السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم مشاهدينا؟ إن شاء الله طيبين، إن شاء الله بخير. اليوم قاعدين على البلكونة عند هالمغرب، قدام المغرب، أريد تستلانا بسالفة ونسليكم معانا سوالف. والله هي اللي هي فيزياء ولا هي كيمياء، كل واحد بالبيئة العاش بيها، نسولف على البيئة اللي عشنا بيها احنا. كنا أولي بالجرية، نازلين بالجرية، قمنا وراح أبوي يخمون أول شيء مشان الغنم، يشوفون إنه بي مكان للغنم، بي ربيع، بي شيء. كنا مشتين بالجرية، راح أبوي ذاك الوقت الله يرحمه ويرحم أماتكم، راح يقولوا لها جبلة تربع بدري، وراح عليها خمها، وانه يقول ما شاء الله العشب والخير، وهاي بدنا نرحل عليها عجبل. والله ما تشذبنا خبر، لمينا استكرنا هالدور، عندنا الحمد لله ارض، وعندنا خير، وعندنا دور، وهاي بس احنا ملاحجين مشان القنا، مشان الربيع، وين ما صار لها أكل بدنا نمشي معاه غنمنا. والله رحنا على الربيع، ظلينا يمكن يجي شهرين ثلاث، بعدين شول الربيع، يصير جبلة بسرعة، يصير ربيعها وتشول بدري، يصير صفر العشب، ويصير مثل الحمري تكسر، وقت نمشي عليه كله تفركت، تصير هي بالربيع تصير نوارة العشب، شنون العشب للركبة يصير، والخير تربع بدري وتشول بدري. والله ونقوم نرحل، زادينا من الجبلة صرنا بسهو، يعني مكانات ما تربع على متأخرة، ربعنا بي نستنى الحصاد. صار يوم الحصاد، ظلينا زادين ظلينا يمكن يجي شهر أدون أكثر، إحنا زادينا بهالمساهب. بعدين صار وقت الحصاد، قامت الدراسات تدرس، وقت تصير الدراسات عاد تدرس، بدنا نجي عادينا الحصاد مشان الغنم تأكل، وبدنا ننزل بسد مي، المي كثير عندنا بقلبان، وعندنا بوادي من الخابور إلى العراق، هذا معروف الوادي هذا، نجي بس نفوج الرمل جوه مثل ثلاث طوابق، لمن نفوت جوه بقلب الوادي، كل يجي خمس طوابق فوقنا تشاف، عادين بمكانات نفوت بي، نقوم نفوج الرمل جبله وشمال وهيك، نقوم المي عاد ايش ثاني يطلع المي، نقوم نقرف احنا ببيت مثلا ببيت قياض، نقيض هذا وقت القيض، نقيض عند هالمي مشان غنمنا، ونرد نورد القنم، نجيب نقرف ونوردها. ذاك الوقت احنا ما جينا على الحسو نقول له حسو، رحنا على الجريه، بي جريه قالوا لنا تعالوا نزلوا هنا، هم زادين الجليب زاد بقلب الوادي، لازم صمت متت ايوه الجليب صاير بقلب الوادي، بس مو مجرى المي، اتشت في شوي، والوادي الغميج هذا معروف، الوادي كل الناس تعرفه. ذاك الوقت ما جينا على الحسون حسي القنمنا، رحنا عند الجريه، صار وقت الحصاد، احنا والله بيت الشعر للحزمة طوينا بيت الشعر، احنا وقت يصير القيض نطوي بيت الشعر، ونسوي الروجة كلها قطن، نسويها قياضي، نقيض بيه علشان نتحافظ على بيت الشعر تا ما يحترق، لان الجو حار، نضب ونحط جوا تنك وما تنك، ولا اذا حطيناه على القاع الارض تاكل الخشب، تاكل اي شيء، بس نرفعه على تنك وندثره من الشمس، ونحط الروجة نخيطها ونسويها نقول له قياضي، نقيض بيه. ذاك الوقت الحزمة قيضنا، نزلنا عند الجريه مجبل علينا رمضان،
وحصاد وحزيران، الحصاد يصير الشعير بأيار، وبعدها بحزيران الحنطة. على أول شيء ندرس الدراسات كثيرة والأراضي كثيرة، درست والشعير بعد ما يقضي الشعير تبلش يبلشون بالحنطة، والقنم إذا هدت يخلونها تأكل على كيف تموت القنم، تأكل كثير يهدونها هدات هدات أو يطلعون ما يخلونها تأكل كثير لأنها تنقص. المهم قضى الحصاد، احنا الحزن بالبيت، البيت يطفطف فوقنا والحز ما خيطنا القياضي، القياضي حاسبين حساب انه تان خيطه، ونقولون اهل الجرية انا ابوي يا ابن الحلال علي شنت مجبل رمضان تصومون وتات هالسموم وهالهوى ولا هو بالجو هاي بيها بندور بيدور كبار وفاضيات، اقعدوا بهنا هل هن مهم هنا رايحين حدرين مدري وين رايحين على البلد ما اعرف وين ذاك الوقت، المهم اقعدوا بهن ما حد يسند الدور ما حد يسند. والله من قالوا لنا قال ابوي عجل معناته نشتب البيت، حطوا جوات تنك وصفة طول شين قلوا الاقراض الدور، الدور كبار وزينات، احنا كيفنا استانسنا لقينا في ثخين والمي قريب علينا، صفطنا البيت حطوا جوات تنك قاموا دثروا خايفين علي من الشمس ومن الارض من القاع الارض تاكل عشل، وسكننا بالدور قطينا وتحافظنا عليه خايفين علي البيت الشعر. والله قعدنا بالدور أو والله لا يعني رمضان صار عاد رمضان، مش أنا نقول باكر بيت القياض ويطفطف وسموم ولاهوب وهاي، ودجاجنا والله يعز كلابنا وشيتها كلها بهالقياضي يصير بالفي، أخذوا هالدور وفي ثخين والحمد لله، والمي بسدنا ننقل مي ونحط دهجي جانا هالبلد هاي دبور جان هذه الحزي قرصنا. الله يسترنا الله يسترنا. المهم والله استانسنا في ثخين وننقل من هالجليب، والمية قريبة جي 30 متر جوا القاع، والجليب وسيع وميته قريجة لأنه بقلب الشعيب بقلب الوادي. الروح لو منتجه القنم قنمنا وقنم الجيران وهاي، نروح نوردها نسني نعبي ترد القنم، أي قنم تجي نركض نتعاون الناس ونملي ونوردها وتطلع، تجي القنم الثانية تجي الثالثة، والجرية كلها بس أكثر شيء قنمنا كثير، قنمنا واجد قنمهم على شوي شوي بالعشرين وبالثلاثين أكثر شيء يمكن 50، إحنا قنمنا واجد كثير فوق 300 راس كثير. المهم صار رمضان صمنا صمنا ما أعرف إيش كثر ذاك الوقت إحنا صغار. بسم الله الرحمن الرحيم. صمنا نهار تعرف عنده الصوم والنهار طويل وحر وهان، ونورد القنم وشغلنا كثر أهل البر وعندهم قنم شغالهم واجد كثيرة، بس إحنا صغيرات ما إحنا كبار نساعد أمي، بي أختي أكبر مني بيني وبينها أخوي هاي شوي كبير زادين علي دمي، وإحنا جهال محاذيف وروح نجيب هذا سوين هذا نركض تقول قزال صغيرونات بس نشتغل ما نقعد لا ندرس مثل هالحزن، ولا احنا قاضبين الجوالات ولا احنا قاضبين. والله قامت امي الظهر حلبنا، احنا نحلب نوبتين بالنهار، حلبنا حلبة الضحى وظلت حلبة العصر،
قامت أمي كانت تجيب مي ركبتها الجدر وحطتها النار جواه، ناس يقولها ضو ناس يقولونها نار، حطتها المناصب وركبت جدر هالمي، جابتها شو اسمه الحستاي وما تايذا، أول يقولها سودة، هي اسمها سودة وناس يقولها الصفية أهل المدن، وإحنا أهل القرى نقولها سودة، وهي بيضة بالعكس مثل الطحين بيضة، نجيب هاي خصوصي مشان المي المرة. قام المي يقلي يفور، قامت أمي حطت عليه من نقولها سودة، ردت عليه يجي كاس أكثر بودرة، يعني بودرة مثل البودرة نفس الطحين بس إنه يذوب يعني لونه كذان. والله ردت يجي كاسة أكثر، والمي قام يفور على النار. قالت والله علينا غسيل اليوم، نريد نغسل. قامت تجيب لوحة صابون، الواح صابون عندنا طشوت، طشوت كبار وصحن حقات الغسيل، تروش بيهن نسبح بيهن، ما بلا حمامات ولا. قامت أمك ضبتها هالغسيل وقامت تغسل هي واختي من جابله، يغسل هاي تاخذ من يد هاي وهاي تاخذ بلوحه الصابون، والميه هذا حطينا عليها السوده، صارت ما تخلصين من الصابون، قدت ناعمه وترقي كذا، والواح صابون كذا حجر نجيب وتفرك امي، اغسلن الهدومات شرنهن مشان حلبت العصر وعلشان الفطور تتخبز وتتشتغل وتهاي بعد الظهر مستعجله. حليب الظهر خثرته وفورته، احنا لازم نفوره مشان ما هاي عادتنا من يوم فتحنا على الدنيا، ما عندنا هاي من يوم فتحنا على الدنيا وشفنا هنا وجدودنا، ما مستحيل الحليب ما يفورونه مستحيل. 300 راس ذاك الوقت جدرينا نحاس من الكبار وجداري على رؤوسنا وطايفين من الخير طوفان، لازم نفوره مستحيل. يا يعني نسوي جبن، جبن حلوم لا ما نفوروا، نحط اللدوه بس انه نظيف، نشخل مشخاله ونجيبه، ولازم نضل مقطين وتدافي، ونحط له البودره هاي ونسوي، ونلقيه جبن ونقوم نقرف ونحط مشاخيل، بعدين نقرصه ونسوي، ونسوي مونه للبيت، وكنا اول اذا بواسطه ياخذونه ملان يبيعونه. المهم ركبت الجدر وتقسل، اغسلن ما خلن هدم، دورت من هين من هين من هين ما خلت هدم، واغسلت وشرشرت الهدومات تشرهن الهدومات، شرشرنهن الهدومات على هالهوى. وقضبتنا أنا واختي صغار، احنا بأختي الثالثة على ترضى، واختي هاي الاكبر مني مساعدتها ايدها ودعب كل شغله من تشلي عليها، احنا محاذي في صغار. المهم جابتنا قالت تريد اروش هالبنيات تقسم قبل تجي القنم، وتروح نوردها وترد نحلب، وبعدين ترد تسوي فطور نعجن نخبز ما بعرف ايش، شغل الجرية كثير، انا عنده قنم من شكل اذا مو قد حاله. والله شرنا الهدوم، حطت لنا الطشت، حطت جوات شواله تامشان تشراق المي، وتناوشتنا قامت تليف بينا، ليفتنا ليفت اختي تناوشتنا اثنيناتنا بقلب صحن صغيرونات والطشت كبير، حطتنا اثنيناتنا سوا، قامت ليفت هاي وليفت هاي وذحتنا، وناوشتنا لاختي الكبير قالت هاش لبسيهن ومشطيهن بين ما قسل ملابسهن، وحست جا القنم والحز ورانا الشغل وما بعرف ايش، امي عصبيه وشاطره ضل الشغل، الشغل كثير بده الواحد يصير عصب ويقصب ما يلحق ما يلحق، اي بده الدم محاري. والله قامت مشطتنا اختي ولبستنا، قامت امي تغسل ملابسنا الجوانه، كانت منقعتنا من التراب ومن الوسخ مجرفعات، قامت تنوش دحقت من ما ضل مي شويه، ضل مي حار برا. اي قامت قالت لاختي روح روح اخذي هالقادوس وروح هاتي لنا مي نملي من الجليب، مو بعيد عنا بس انه بقلب الوادي. راحت اختي، امي جات تفرك بالهدومات، هدوماتنا مصديه من التراب ومن الوسخ، نقعتني تايحل وسخ من التراب وجهال وحياه حياه صعبه كلها، وسحره وتراب ورمل وجهال، ايش الواحد
يريد ينظف الشريط. المهم راحت اختي شالت قادوسها وراحت قالت لها بسرعه قبل تجي القنم، قبل الحز ما ادري ايش تجي القنم، تعال نروح نورد القنم اول شيء، تا بعدين نحلبها تا بعدين. المهم الشغل كثير واجد عندنا. راحت اختي شالت قادوسها اختي وراحت تا تملي من الجليب. القادوس مثل هذا اللي حاطينه القادوس هذا بس كبير، هذا يقولوا له قادوس، هذا الحز حاطين به اللقاطات نحط به مي بس كبير. والله خذت وراحت اختي امي تفرك بهدومنا، واحنا تونا مغسلين ونظيفين ومشطين. اختي جت المي امي تستناها، جاءت غسل ملابسنا مستعجله تناوشت، جت اختي تناوشت الدلو عسى زت وزت، قاعد بطار فو ما حلبت حلبان تنطي شوي شوي لولا حتى الدلونها تنطي شوي شوي قضبت الزرد، لا لا قضبت طارف الزرد وحشته، ما حشت الدلو ما وصل ويتفه تعبى يعني الدلو اللقعة يتف الدلو. احنا ما نخلي ننطي شوي شوي لمن ما يصل المي، لمن يصل المي ما نخلي تعب ذنه كبير، قرفشان ونقره نشوف على قد ما عاد نقوم نقول له حلبان نحلب نحلب نطلع اذا بس واحد ونعبي ونعبي شان نقرف شوي شوي ونعبي لمن ما يقضى الماعون. اختي لا متناوشه الدلو متناوشه طرف الزرد، الزرد الوعود اولاق حد دلو عسى ما القى حتى الدلو يتفه، الدلو يتفه ما تفه عسى تلقح بالجليب. الجليب 30 متر جوه، يعني قلبان نحن بالقرى 130 متر جوه القاع، هذا 30 مو وسيع الجليب وسيع عسى من لقحة بالجليب. أمي ما تدري، أمي جاءت تغسل بالهدوم مستعجلة لحس تجي القنم وتنوردها وتنحلب وتنسوي فطور الدنيا رمضان، جعدت تسولف ودربتها على أساس أنها مستعجلة تجيب لها قادوس ميتة تمام الغسيلات. ثاري واحد على طرف الشعيب واجف يريد مدري وين يريد يروح ويدور بالشي تجي واسطة، ما بواسطات شايف له تركتر رايح مشرج يقول بالشي يرجع ترد أروح، ثاري يدحج عليها يشوفها وقت انها زتت الدلو وبعدين هي لقحت فوق الدلو انزتت بالجليب، وانه الا انه ينادي هو شمال الشمال شو اسمه الوادي الشعيب ويتفرج وانه يقول يا اهل العرب يا اهل العرب، من عاد اهل العرب؟ الله جاب مره جارتنا طالعه قالت خير ايش بي الشعيب بعيد سان عريض عريض مو انه بعيد عريض، قال ورادتكم راحت بالجليب يبونها تنادي تنادي امي بنتش عندك. المهم الرجال ينادي يا اهل العرب يا اهل العرب روايتكم راحت بالبير، طلعت جارتنا امي ما تسمعها امي قلب الدار جاءت تغسل بالهدوم مستعجله تجي القنم توردها وتحلب وتسوي فطور وما بعرف ايش ومستعجلة، والبنية ترضى على صدرها أختي الثالثة. والله وإن جارتنا تنادينا بنتش وينها عندش؟ قالت لها لا والله راحت تملي. قالت لي وراحت تملي راحت بجلي يب، قالت راحت بجلي، قالت لها إيه والله تحجي الرجال ينادي يقول أهل العرب روايتكم راحت بالبير. أو تقوم تصرخ أمي، أمي تركض لي عند الباب وترجع وين زبوني وين زبوني، الزبون مثل العباية أمي انشدفت ما عاد تعرف، إحنا جهال نركض الصياح العرب كلها العرب ما حد يتقطع عن أحد ولا أحد شيء وكلياتنا يعني وضعنا ما بينه تقطع وما بعرف إيش وكلياتنا عادي بس لباسنا إحنا دايم طويل إيه وطويل وواسع وزبون لازم نلبس فوق الثوب وعصبة. تذكر ما تخلينا امي نقوم من النوم الا يلا شدي راسك تحزمي، هذا لازم واحنا بالفراش لازم مشان الظهر ما يوجع ومشان الراس ما يوجع، ايه اذا ما نشد روسنا ما
أبد، هذا شغلنا يعني. لابسين حشمة على طول، محشمين ملابسنا وهاي. والله مسكين أمي تقوم تصيح، والناس طبقت جيراننا، البيوت يجي ممكن يجي 15 بيت كلها طبقت. من اللي حدر عليها؟ من اللي حدر عليها؟ جرحى أمي وأبوي، ويقولون أنت حدر على بنتك. القاضبة هي الله جاب بي النحالة والود، ود الزرد الله جاب قاضب بالنحالة فوق، هي ميطامسة راد ناشقة، وقاضب المي جاذبها لي فوق، ردت قضبت شلبت بالزرد، الزرد معلق فوق، ولولو انه مو معلق هي ماتت. بس الله جاب زادها الرجال الهيام يشوفها، ومشلبة بالزرد وطايفة. والله يقومون يحضرون أبوي عليها، يقوم يشد على بطنها وجوا على محزمها على مرسته ويشدونها. ذاك الوقت والله مية كبيرة، يمكن 13 14 15، إذا كبيرة ب15 يمكن. والله ما بعقل زاد ب15 صغيرة والله. ويطلعونها لما طلعها هم فشخة مسكين، يقومون ويطلعونها، ونقصتها مسكينة معجرة، ضاربها لاخ الحائط من هنا وضاربها الحائط من هنا، ونقصتها كلها أشلانة تقول بيض، ويجري دم مسكينة من هنا ومن هنا. الوضع المستعد، ويجيبون وشرشف ويشيلونها، ما تقدر. يلا شالوها وودوها البيت، تطبج العرب خطية عينة، ويساعدونا، ساعدونا بالغنم، برد الغنم، ويساعدونا بالحليب، ويساعدونا ما مستت المستة اللي احنا ذابحين الذبيحة. أبوي ذبح ذاك الوقت ذبيحة، ذبح الذبيحة وفزعة، والجيران زادوا ساعدوا أمي، والله الله يجزيهم ألف خير، ذبحونا ذبيحة ونقوم نسوي الفطور. والحمد لله الذبيحة سلامتها، إيه طلعها راسا، من طلعها الذبيحة على طول جت القنم وردوها تناوش الذبيحة أو ذبحها. نقوم عادي، يقومون الجيران كلها ساعدتنا ما تركونا. لا والله وهاي مسكينة بالفراش ومعبة تقح وتعبانة، وقصتها تجري دم من هنا من الخوف. وهاي هذا الجليب أعوذ باللب، الجليب بهم مشرك ومدري شلون، هذا الناس والله ما تسلم. وهذا وهذا شلون، وقصتها مسكينة من هنا دم يجري من هنا ووجهها، وقدت الوضع المسعد هي ممدده عاد بالفراش وتأنوا. هاي وهذا الذباح يذبح، والعجانة عجن، وسوينا الفطور الحمد لله، عندنا وجهزنا كل شيء الحمد لله رب العالمين، ولا صاب هالشيء والله. والحز الحمد لله، الله يطول عمرها، لا الحز الحمد لله طيبة، الله يرضى عليك بنتي، يستر عليك ان شاء الله، وانت راس مالي والله، الله يستر امرك ويوفقك ان شاء الله. والله يا بنت الحز على باكوره، ويا الله تمشي، الله يطول عمرها، واتمنى من رب العالمين بس لولها الله يعني عمره يا حجها، اتمنى لها والله. الله كريم والله، الله يفرجها ان شاء الله. وشكرا وجزاك الله خير يا بنتي، والله يوفقك ويطول عمرك ان شاء الله. هذا من الاحداث شويه، ولا مشاكل مشاكل القرى ومشاكل، والله شنو نريد نسولف على بيوت الشعر وعلى غير وعلى هاي السوالف كثيره. هذا شويه من الاحداث شويه، يلا ان شاء الله الجايات اكثر تستفيدنا اكثر ان شاء الله يا بنتي. الله ان شاء الله يطول عمرك ويوفقك ويسر عمرك يا بنتي، جزاك الله خير. الله يعافيك بنتي ويستر عليك الهي. الله يا بنتي جزاكم الله خير، شكرا. اذا عجبتكم القصه لا تنسوا تسوون لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. شكرا للمتابعه والى اللقاء.